كما تروا إخوتي نحن الآن على حدود صربيا، ولكن مقفولة الحدود كأنه مطعم ولا شيء مقفول. هو الطابور الآخر طويل جدا إلى حدود صربيا. الست قالت أنه طوله 6 كيلومتر هذا الطابور الذي لا ينتهي. كل هذه سيارات على فكرة في هذا الطابور الممتد إلى أميال شاسعة. الناس بدأت تطلع من السيارات، العمال يأكل، ما أظن واضح، بس الناس كلها بالخارج يعني. يا سكن الزحام يا إخوتي، هاي صربيا اللعينة، منظر صراحة بيتعب النفس. بقالنا في هذه الزحمة يا جماعة تقريبا الآن نص ساعة وما تحركنا ولا يعني مثلا سنتيمتر، لا ولا سنتيمتر. فكرت حتى يكون الشيء موضوعي أكثر، يعني حتى تاخدوا فكرة احنا واقفين قد ايه، لأنه الناس بتفهم الأرقام أكثر من الكلام. يعني بقول لك بالي كثير، لا ما فهمت. طيب الآن الساعة 11:45 دقيقة، احنا وقفنا في هذا المكان الساعة 10:30، يعني بقالنا ساعة وربع تحركنا 10 أمتار يمكن. اهو نتحرك يا جماعة، نتحرك. صربيا ممنوع كل شيء، حاجة مزعجة جدا. الساعة الآن أصبحت 1:00 وما زلنا هنا يا جماعة في نفس المكان لم نتحرك منه. الساعة 2:15 ولسه بندور على أوتيل نسكن فيه، فيلا ستاسا، فيلا مدامز، كله مقفول، ما أحد بيرد. هنضطر ننام بقى في الحديقة أو في بستان. المشكلة أنه يعني هنشوف الآن. هبحكي لكم يا جماعة أنا فعلا تعبان. صباح الخير، نمت هنا الأمس وكانت نومة سيئة شوي، كان مكان زحمة كتير، بس أول ما صحيت لقينه ما في أي أحد. لازم نمشي بقى لأنه أصبح حر وأصبح العملية صعبة.